السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم كوبايه الشاي الموسم الثالث. دايرين ننبه في بدايه الحلقه للتردد الجديد للغنه اللي حيظهر اسفل الفيديو. ما تنسوا تضبطوا الاجهزه على التردد الجديد لمتابعه جديد الغنه. الحمد لله الذي نصر قواتنا المسلحه في جبل مويه بعد سيطره قوات الدعم الصريع على الموقع لمده 3 شهور. طبعا بعض الناس ما عارفين أهمية الانتصار العسكري الكبير ده. منطقة جبل موية منطقة استراتيجية بتربط ولاية سنار والنيل الأبيض والجزيرة والنيل الأزرق، وتفتح نحو ولاية شمال كردفان وإقليم دارفور غربا. يا عمك بتفتش بشنو؟ عطشان يا عطشان دير موية يا أخي. لو عطشان أمشي جبل موية بتروى التب. هيا أنا المعلومة دي لعمك. سموه جبل موية لأنه عيون الموية في الجبل وما حوله كثيرة، وطبعا الميليشيا جمعت في الجبل كثير من التشفين بتاعها باعتبار أنه يتوسع نفوسهم جنوب ويتجه لجنوب البلاد ويغلم النيل الأزرق. لكن بتضحيات الرجال وعزم أولاد البلد حققوا المطلوب منهم ودحروا العدو وحرروا المنطقة، بل وغنموا سلاح كثير ولله الحمد والمنة. خلونا مع التناغم المدهش والعجيب لأبطالنا في القوات المسلحة أثناء الهجوم على جبل موية. الجيش في معارك جبل موية كلما كان بيتقدم كان بفضل الله بيغنم غنائم جد، والغنائم دي مرتبطة بدولة الشر دويلة المؤامرات. بعد ظهر على صناديق الأسلحة الجهة المسؤولة عن العقد وهي القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية، حتى العربات بترخيص الإماراتي. تاني في دليل أكتر من كده؟ السؤال موجه للإمارات، كيف الصناديق الزخيرة دي وصلت للمتمردين؟ ما ده سؤال جاوبه كان تقدروا. خلونا مع سعادته وهو بيشرح الموضوع ده من داخل المعركة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طيب دي أدلة دامغة بتأكد إنه الإمارات هي تدخل عسكري واضح لإمداد الدعم السريع بمؤتة من القتال، منها الأسلحة والذخائر والأسلحة والذخائر الموجودة دي كلها إماراتية. ولو يقربنا الصورة هنا يونايتد عرب إمارات وأبوظبي، تاريخ الصنع 1/1/2020، ودي دانة عدربيين إماراتية. دي العينة، لكن كل الصندوق كل الصناديق دي كلها الجهاد، دانات بتاعت الجهاد كلها شنو؟ إماراتية. أضف إلى ذلك قاموا هم مسحوا كل التفاصيل والمعالم المكتوبة في الصناديق دي، جابوا لها حجر نار تقريبا، حطوا كل البناء التفاصيل دي وخلوها شنو؟ لكن لقينا في صندوق يعني موضح كل ممكن تقرب ود العمدة بالتفاصيل، يعني تثبتين انه فعلا هي الاماراتيه، هي اماراتيه، دعم اماراتي، الاسلحه اماراتيه، الذخائر اماراتيه، الدواء اماراتي،
امشي على بمشي على الدور هناك كويس. هاي اما الادويه فحدث ولا حرج، لكن استوقفني موضوع المخدرات وتحديدا الخرشه. عطالة المليص السريع دايرين يجيبوا الدقة الاقراطية بالخرشة والمخدرات، لكن واحد من الأبطال قال لهم نحن شقالين طبيعة جبنا بس. نشاهد الأدلة دي ونكمل جغماتنا. وانا دي الغنائم كلها الحمد لله دي الطبية حقة العدو، مش كده شاب؟ دي الطبية حقة العدو وعندهم ثلاثة شراكين. الله أكبر. نمشي هناك نشوف بعيننا الجبل، الجبل كلها جرى. هلا راح نوصل هناك طوالي عشان المواطن يشوف، راح طوالي هناك المواطن يشوف. الله اكبر. لا يا جماعه دي غنائم العدو الطبيه حقتهم ادوياتهم. والله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. دي المخدرات، ها دي المخدرات حقتهم، دي الايس اللي هنا النوربوناتيك بتاعنا اللي قاعدين يستخدموه. نعم كويس. هي الحبه كاس حبه عدم يعملونا فيها، بنجيكم جنجر وما ادراك مع جنجر. المخدرات يا اخواننا اللي بيستخدمها العدو. شفره شفره الناس تعرف يا اخواننا. احنا طبعا شغالين طبيعه. الله اكبر طبيعه جبل. الله اكبر والله طبيعه جبل. الله اكبر. قاعد يقاتل عشان شغال مخدر. مخدر من داخل الجبل يا اخواننا. ده الجبل ده الجبل. الله اكبر. الحبه دي من خطورتها سرعه استخدامها، قد يكون اللعاب بتاعه الناشي يكون ناشي اصلا ما حد قدر يستخدمه كده، بس هو جاري بحطها كده هو جاري بتزوق الحبه دي كده في يدي. نعم 5 دقائق بتلقى ماكس تمشي عبر المسافات طوال. فين القطاع بحضانه؟ القطاع ببشمه. لا حول ولا قوه الا بالله. الجزمه تحت. طيب الجزمه نفس الاشاره الجزمه، وانت جاي طوالي عشان دار تقاتل ودار تجيب ديمقراطيه. ديمقراطيه بتاعت شنو؟ ديمقراطيه يا اخوانا. بيدوه. الله اكبر. بيدوه ديمقراطيه. الف كرتونه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لكن والله بيننا بينهم كبير والله، احنا مقاتلين بالعقيده ومقاتلين بغيرنا ان شاء الله. وجايبينها ب تبى شغله تقف ترسلها لهم الامارات بوارد الخرطوم. نعم الله عليهم الله اكبر عليهم. امشي على الغنائم الاسلحه، امشي الغنائم الاسلحه. الله اكبر. شي مواتر شي دنيا. دي كلها غنائم شايفينها. الله اكبر. الله اكبر. الامارات كلها دي الاسلحه الاماراتيه يا اخواننا. الان في غوطه قوى في غوطه قواتكم المسلحه. دي التسقط اللي اتحرك. نعم دي مواسير التسقط. دي صناديق الذخيرة، دي كلها غنائم الحمد لله رب العالمين. شوف الشغل ده، شوف الشغل ده استلام حي. تورد الامارات. الله اكبر. تورد الامارات حي. الله اكبر. استلام حي. الله اكبر. الله اكبر. استلام حي. كله استلام حي. الله اكبر. ده كله استلام حي. يا جماعة ده الجبل، ده جبل مويا، ده جبل سونغوغا، ودي النار هنا طوالي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. شوف الشغل كلها غنائم يا اخواننا، قنابل كلها. الله اكبر. او تابع للشغل. الله اكبر. الامارات تجيبوا علينا من الهف، نحن نلعب حقنا يا زول، حقنا يا نجيب علينا ناكل بس. لما الذهب الود اليوم. الله اكبر. جانا ذخيره بل. الله اكبر. منصورين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا فدائي عاجل الشفاء. الله اكبر الله اكبر الله اكبر ان شاء الله من دمنا. الله اكبر والله من جبل مويه. الله اكبر. اه زعيم جانا هذيك. مبروك مبروك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا فدائي عاجل الشفاء. انت المفروض تمشي راحه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اجيب لي بل بل. شايف موس النار جاكم؟ شايف موس النار جاكم الليله؟ مبروك 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 مبروك. طبعا علاقه الميليشيا بمافيا المخدرات معروفه. التمرد اطلق سراح 2 من اكبر تجار البنغو بالبلاد، والجنجويد اتجهوا لتهريب المخدرات عبر دولتي جنوب السودان وكينيا. ومش كده وبس،
بل كمان قاموا بإدخال معدات لمصنعين تم تشغيل واحد منهم بالجزيرة وتهريب الآخر. والكلام ده ما بس أثناء الحرب، في 2019 عقدت الميليشيا صفقات واسعة لجلب مخدرات عبر مطار الخرطوم. في 2023 استجلبت الميليشيا مصنع لحبوب الكبتاغون. وكم فقدنا من شبابنا بسبب مخدرات الميليشيا. من ضمن الصور اللي تم تداولها ضمن الانتصار الكبير في جبل مويا صورة حجاب مكتوب فيه ولكم جبل مويا، عشان تعرفوا حجم الشركة الموجود عند الميليشيا. المهم الفكي بتاعهم ده طلع فكي منقى ساكت، عشان تعرفوا انه الاقدار بيد الله. لكن الكلام الوعظ ده ذكرني بزول. الزول ده منه؟ انتوا عارفين انه ده منه؟ يا وليدي انت لسه بتتكلم في الشوهلر؟ والله الشوهلر بنفخوك يا عمك. انت جيت من وين يا اخي؟ انت لسه مفكر ومقتنع بكلام الشيوخ ده؟ انت ما سمعت مزيلم الكذاب قال شنو؟ مزيلم ده منه كمان؟ خلي امره بقمارك. عمك الموسم ده حكايه بالله. اكتبوا لنا في التعليقات عمك ده جاي من وين وساكن وين، يمكن نجمعه باهله. المهم مزيلم الكذاب عامل فيها رايح وغمران، بقى يتكلم في الزراعه كمان، وقال انه الزراعه الموسم ده ناجحه نجاح كبير. يعني الزراعه تشيف، والحرب والحجبات والقتل والاغتصاب، بل وحتى قتل اهلك ما تشيف. عليكم ورحمه الله وبركاته اخوانا. ده محصول العيش في الجزيره، يعني افضل سنه قالوا منذ 30 سنه ينجح بالطريقه دي. والكلام ده قافل كده ليه؟ قالوا الشمالي بودليك، وانت ماشي على الشماليه شندي وكده ليه حلفه جديده، ودينا الجزيره حتى قلت خلف، يعني زاد، بدل ما تقوم هنا عيشه واحده بتقوم كذا. ده كله يا اخواننا بسبب، يعني الحمد لله، شعب ده شعب طيب ربنا رزقه. والسبب الاعظم فيما نعلم الله اعلم انه شيوخ الصوفيه ديل اللي كانوا بينشروا الشرك والكفر وبيعبدوا العباد لغير الله سبحانه وتعالى، كلهم الحمد لله شردوا ومشوا بسبب الحرب. ولهم كان بينفعوا او بيضروا، ما كانوا جماعه ديل اخواننا يعني شردوا من اجل ما كان شردوا في الحرب، كانوا قعدوا وكانوا حرسوا الناس، لأنهم قالوا بيحوطوا وقالوا بيحرسوا الناس. لكن سبحان الله الناس زيل ما عندهم حاجة، وناس مجرمين وناس كذابين، وقبوبهم دي ما نفعت. لو كان بتدفع ضر أو كانت بتنفع كان حمتهم هم. على ذكر الشيوخ، اتذكرت زول كده عامل فيها فاتح تكية طيلة الحرب لمدة 7 شهور تقريبا، وقاعد متحدي القصف والضرب. أول ما أم درمان اتحررت الزول ده اختفى في ظروف غامضة، بدل يقعد يواصل في شغله وعمله البدبيه. عشان تعرفوا يا جماعة، الأكل ده كان بيمشي لمنه؟ لجنود الدعم الصريع. شاد حيل الكمية على الرغم من أنه سكان المنطقة عدد قليل جدا. يا ابني أنت قاصد منه؟ يا عمك أنت ما عرفنا أنا قاصد منه؟ زولك المحايته بيبسي و... أنت بتتكلم في المشايخ صح؟ الشيوخ ديل والله بنفخوك يا اخي. عليك الله يمشي يا اخي، خليهم اللي ينفخوا ساكت يا اخي. ينفخوا شنو يا عمك؟ زولك ده ناشر صورته في باريس، عامل له رحلة استجمام وكده بعد اللي شافه في الحرب، وقال باريس بداية الرحلة ضمن جولة تفقدية عريضة للزوايا الخارجية الخاصة به في الدول الأوروبية. والله دي حكاية عشان تاني الناس تعرف تاخد دينه من منه. وفي واحد تاني لكن ما شيخ، عشان عمك ده ما يجيني ناطي. الزول ده هو ذاته ما عارف شايت وين. الزول ده مرة بكون جياشي، ومرة يكون بلبوسي كبير، ومرات كده دعامي للنخاع، ومرات قحاطي، ومرات ثورجي، ومرات ديسمبري، وكل يوم بوش جديد. المهم الزول ده كل الناس محتارة فيه. الكيزان نبذوه وقالوا إلا يقول براؤون يا رسول الله. الجنجة قالوا استخبارات جيش. الناس السيف شنو؟ لكن ما عذبتنا يا خلف الله. في ناس بيجوك لابسين كويس، بدلة يا زول وكرافتة ما شاء الله، حاجة في غاية الأوتوكيت. لكن لما يبدأ يتكلم والعياذ بالله قي شديد. المهم المستشار الجنجويدي اتزنق زنقة كلبي في طاحونة وسقط القناع يا ما دبه. أول مرة أتكيف من أحمد طه. والله صحيح، نسمع الزنقة دي ونكمل جغماتنا. يعني انت الجهات التي يعني في جهات في الجاره الشماليه وبعض الدول الخليجيه تدعم الجيش السوداني على استحياء،
بس هم خدتوا في بالهم انه الطيران هذا بيضرب اهلنا في الريف السوداني، الطيران ما قاعد يضرب الدعم السريع، يعني الكومة هذه ما ضرب الجيش السوداني. كانك تقول ان الطيران هذا غير طيران سوداني اتى من الخارج؟ الطيران هذا معظمه ياتي من الخارج، ويجب ان ننبههم لانه يعني الثروات هذه التي تاتي الى مصر وتنداح الى اماكن اخرى، هذه الثروات تاتي من غرب السودان، هذه الثروات لا تاتي من ومن الذي يسلح الدعم السريع وياتي ايضا باسلحه وطيران مسير للدعم السريع؟ ما انا قصدي المحاور كلها، المحاور كلها. من يا دكتور؟ يجب انا حضرتك ذكرت لا مصر في الجيش، انا ذكرت مصر انها بتدعم الجيش. اوكي، يعني على استحياء. طيب، على استحياء. من الذي يدعم الدعم السريع بلا استحياء؟ بل استحياء. من افتكر دي يعني دي فات على الاوان، يعني دي مساله معروفه للجيش. لا يعني ما اننا ذكرنا مصر بتدعم الجيش او قلت حتى بعض الدول الخليجيه، من الذي يدعم الدعم السريع بلا استحياء؟ يعني مش قصدي يعني بلا خوف ولا وجل ولا شيء. طبعا انا ما عندي، انا ما يعني ليست عضوا في فريق استخبارات عالميه، لكن انت قلت مصر يا دكتور، يقال قلت مصر من غير ما تكون عضو في فريق استخبارات عالميه. يقال دوله الامارات. كيكل بعد ما كان عامل له فزع من أكثر من 60 عربية فزع لمصفى الجيلي، نسور الجو اشتغلوا فيه شغل نظيف ودقوه دق شديد، هاي اتفرتكت القوة وما بقى فيها إلا 10 عربات. المهم كيكل بقى مطارد من حتة لحتة، لو نسور الجو خلوه المواطنين ما بخلوه، لو ديل كلهم خلوه العمل الخاص قاعد ولابد له. ها ظهر كيكل في البطانة راكب إبل، بعد التاتشرات انجغم وشد. نحن في برنامج كوباية شاي حابين نهدي كيكل لغب كيكل المعرد، أي معركة خشاها عرد وخايف منها خوف شديد بقماري، لحد ما طاغم الحراسة حقته غيروا من شدة الخوف حقه. المهم دي رسالة لكيكل المعرد، أيامك قربت وبين راسك يا صاحبي. نعم بش يا شفشفة يا عرد. يا أخي عليك الله، تغير العرد تعرف شنو؟ انت ما تكون من ناس الدعم السريع يا عمك. ناس الدعم السريع ديل اديهم نصيحه عليك الله، قول لهم انتوا جيتونا قوات خاصه وبقيناكم حالات خاصه قمارق. بعد مرور اكثر من سنه ونص على الحرب المدمره في السودان، الخزانه الامريكيه فرضت يا دوب عقوبات على الجوني حمدان دقلو بسبب جهوده في توريد السلاح والعربات للدعم السريع، وطبعا من شركته في الامارات. طبعا دي انا بعتبرها لولوه دوليه، يعني معلش الجوني بيشتري السلاح من وين؟ من امريكا مثلا؟ عن طريق تسهيلات من الامارات. يعني الموضوع ده كله تحت عين امريكا، لكن امريكا لما شافت السلاح حقها بيجا بيمشي لابطالنا في القوات المسلحه وبيجوا يقلعوا قلع، واشتهرت مقوله الامارات تشتري وقوات الشعب المسلحه تغنم. الموضوع أزعج الأمريكان وفرضوا العقوبات دي، وده دليل إنه مخططهم الإجرامي والتخريبي في السودان وصل لنهاياته بإذن الله. لكن في سؤال محيرني، هل حصلت عقوبات على الإمارات؟ والله السؤال ده ممنوع. تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي إنه السفارة السودانية في القاهرة رفضت تجديد جواز سفر مريم الصادق بسبب انه عليها حظر وانها يجب انه تراجع السلطات لفك هذا الحظر. وبعض المواقع نقلت انه مريم قالت انه ما عندها جنسيه ثانيه ولا لجوء رسمي، وبالتالي انه ده انتهاك لحقوق المواطنه وعقاب لموقفها السياسي. انا مستغرب لبعض الناس اللي على شاكله مريم، القحاطه والمتقزمين، انتوا الفصاحه عليكم شنو؟ لكن كل زول بيزرع اللي بيحصده. أسوأ حاجة تكون وزير خارجية قبل سنتين وجدك حكم السودان قبل 100 سنة وأبوك كان رئيس السودان قبل أكثر من 40 سنة، وبسبب العمالة والارتزاق تكوني محرومة من جواز بلدك. يمكن الموقف ده رسالة لكل أبناء الشعب السوداني، تاني ما في زول يسوكم بالخلا، كان سياسي أو اقتصادي أو شيخ، لأنه الحصل في البلد ما سهل، وللأسف بعضنا يتعلم بالطريقة الصعبة جداً، فما دايرين نكرر التجربة المريرة دي.
وربنا يصلح حال البلد ويقوي أبطال القوات المسلحة عشان يدحروا التمرد لحد آخر جنجويدي في البلد. اللي بعده. السلام عليكم يا ابني. عليكم السلام يا حاج، تفضل. سمعت بدي عندي معاملة. اتفضل اتفضل. ده يجدد الجوال بتاعي. طيب ثواني يا حاج، السيستم واقع يا حاج، ممكن تجي لاحقا؟ دقيقة دقيقة، السيستم اشتغل دقيقة. الله يا حاج، انت جوازك ده ونقدر نجدده لك. ليش على خير؟ الله يا حاج، انت مفتوح فيك بلاغ في السودان الا تراجع السلطات المختصة. السلطات المختصة شنو؟ انا عندي راي ذاته في الحكومة بتاعتكم لي. انت عندك راي في الحكومة في الدولة داير بجوازها شنو يا حاج؟ والراي يا ابني تعبنا من جري السفارات والمشاككة، وزي ما قال الأمير الهالك مصارينا ديل اتحردا. وجابرك شنو على العمالة دي انت يا حاج؟ والله أكل العيش صعب يا ولدي. يا أخي انتو يا حاج ما تعبتوا من أكل الدولارات الحرام دي؟ جرارات؟ جرارات شنو؟ خلاص طريش تبقيت ما بتسمع يا حاج؟ أنا بسرح لكم بالبال يا مريم. تلفونك يا حاج، راجع تلفونك. لا تلفوني بالله؟ يا مريم بنطردوا لكم الحملة. ألو يا خواجة، أنا في السفارة. أي في السفارة؟ مع الحكومة الغمعية دي دايرة جديدة الجوال بتاعي. أيوة نعم. ما أنتوا يا خواجة ما عايزين تطلعوا لنا جواز أجنبي، فالحين تدوا الهنبول داك بس. المهم يا خواجة، لسه ما نزلت الحوافز، والحاجة الأهم يا أخ المليشي أكثر الدعامة ديل اللي ما دي وضعهم صعب شوية. بل يا جبل موية مضروبين من كل النواحي، الزربية كمان يا خواجات، كمان يا خواجات تعمل عقوبات على الجلابي، ونحن نقول لكم أحضروا لنا طيران الجيش. قلت شنو يا حاج؟ قلت لك جيش واحد شعب واحد. أبقى جيش مارك. واحد شعب واحد. تبا لك ولأمثالك. نجرة الأخبار من كوباية الشاي، أهلا بكم. بعد العقوبات الأمريكية التي فرضت عليه، الجوني يقوم بإنشاء شركة لتصدير الخضار، وفي كيمانجا أبرز المرشحين لإدارتها. قوات الدعم السريع تقول في بيان لها أنها غادرت جبل موية خشية أن يبل لها الماء، وتنفي بشدة ربط ذلك ببل الفلول. مريم الصادق تطالب الدولة الكيزو السودانية بمنحها جواز الفلول، وتشترط عدم وجود شعار 56 ضمن صفحات الجواز. قائد قوات الميليشيا بولاية الجزيرة أبو عاقلة كيكل يعلن عن تفعيل نظام الدفاع بالنظر عبر المنظار، وذلك لمجابهة طيران الفلول. رسائل عديدة تصل إلى الفريق العامل ببرنامج كوباية الشاي مطالبة بزيادة عدد الجغمات، وإدارة البرنامج ترد خلونا في الإبرة. شكرا جزيلا. وصلنا لرسالة الحلقة. عدد من الشباب تنادوا لعمل عمرة لوالدي الشهيد عثمان مكاوي رحمه الله، وبالفعل الشباب ديل في الفضاء الأزرق وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي وصلوا المبادرة دي لعدد من الجهات، لحد ما الحلم ده أصبح حقيقة، وبالفعل وصل والداء الشهيد للديار المقدسة وأدوا العمرة ربنا يتقبل منه. صراحة لما شفت المبادرة لحد ما رأت النور زي ما بقوله، حسيت بفخر كبير لتكاتف وتكافل السودانيين، بل حتى بعض الشباب زاروا والدي الشهيد في السكن ويكفوا على احتياجاتهم. ربنا يتقبل من الجميع. وصراحة دي فائدة وحسنة من مواقع التواصل الاجتماعي، اللي الناس لما تحسن استخدامها وتوجيهها باتجاه الخير بتكون النتائج زي مبادرة عمرة والدي الشهيد مكاوي رحمه الله. وهنا دعوة من أصدقاء البرنامج، لو عندهم أي مبادرة تكافلية أو اجتماعية نحن جاهزين لتسليط الضوء عليها في البرنامج ودعمها إعلاميا، فقط أرسلوا المحتوى على صفحة الشخصية وبإذن الله يقوم فريق البرنامج بإجراء اللازم.
لحد هنا نصل لختام حلقتنا، ما تنسوا الشير والسبسكرايب، ولو عجبتكم الحلقة اضغطوا لايك، ولو ما عجبتكم برضه اضغطوا لايك. نشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. سلام. سلطان مختصر شنو؟ أنا عندي رأي ذاته في الحكومة بتاعتكم لي. أنت عندك رأي في الحكومة في الدولة داير بجوازها شنو حاج؟ والله يا ابني ما نسيت الكلام. طيب حاج أنت وقت ناس الكلام جايبك هنا شنو؟ يا حاج ما ممكن خرف وقحاطي وزهايمر يا حاج أقول يا حاج.